أعزائي الطلاب، أهلا بكم في محاضرة النهاردة. إن شاء الله نشرح فيها شابتر 1 اللي هي بتدي Introduction to Personal Computer Hardware. المحاضرة اللي قبل كده شرحنا فيها Computer Overview، اتكلمنا فيها عن Computer Study Hardware Software and Memory، اتكلمنا briefly. النهاردة إن شاء الله نحاول ندي بعض التفاصيل عن الـ Personal Computer Hardware. الشابتر بتاعنا بيغطي مواضيع، 3 مواضيع أو 3 sections أساسية. السكشن الأول سكشن 1 بيتكلم على how to keep our computer safe، طبعا ايه المشاكل اللي ممكن تحصل للكمبيوتر نتيجة ال charging أو بيسموه ECD اللي هو التفريغ الكهربائي. السكشن 2 بيتكلم على البي سي كومبوننتس، بيشرح فيه الكومبوننتس الخاص بال personal computer. بالتحديد هنشرح the components of the computer. We will give the components. هنشرح ال components one by one. هنبدأ بال cases، ال power supplies. بعد كده هنتكلم على ال motherboard، CPU، type of memory. هنتكلم على adapter cards and expansion slots. هنتكلم على ال storage اللي هو ال hard disk وال SSD. هنتكلم على Optical Storage Devices، هنتكلم على Boards, Cables and Adapters, Input Devices and Output Devices. آخر حاجة اللي هو How can we disassemble our PC؟ إزاي أفك الأجهزة الجهاز بتاعي وإزاي أجمعه مرة تانية؟ وده طبعا هيبقى شغل عملي أكتر من إنه هو نظري. نبدأ مع بعض إن شاء الله. أول سيكشن عندنا بيتكلم عن Personal Computer اللي احنا بريفلي باختصار كده اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. قلنا الكمبيوتر كهاردوير يتكون من انبوت ديفايسز، اجهزه تدخل بيانات زي الكيبورد الماوس زي السكانر زي الكاميرا زي الميكروفون، او اوتبوت ديفايسز زي البرينتر زي السكرين زي السبيكر، وانترنال كومبوننتس اللي احنا قلنا اهمها الديفايس اللي هو احنا سميناه سنترال بروسيسنج يونت او البروسيسور او المعالج. والشكل هنا بيوضح لنا ازاي كل المكونات دي بتتجمع مع بعض في جهاز واحد بيسمى جهاز كمبيوتر او بيرسونال كمبيوتر. زي ما انتم شايفين عندي الجهاز فيه different devices، فيها input devices، فيها طبعا input devices زي ما انتم شايفين keyboard mouse، في output devices زي ال screen زي ال speaker، وفي عندي internal components كلها موجودة داخل كيان واحد هنعرف دلوقتي اسمه case. كل دي اجهزة موجودة مرتبطة ببعضها، كلهم مرتبطين بالانبوت اند اوتبوت ديفايسز، كلهم بيمثلوا لي دلوقتي حاجه اسمها البيرسونال كمبيوتر. تعالوا بقى نتكلم على المكونات ده ان شاء الله في السكشن بتاعنا ده، هيدي تفاصيل عن كل المكونات بتاع الحاسب سواء كانت انبوت ديفايسز او اوتبوت ديفايسز اند انترنال كومبوننتس. في سكشن واحد قبل ما نبدا نتكلم على الانترنال كومبوننتس والاجهزه المكونه للحاسب، مهم جدا ان احنا نتعلم هاو كان وي كيب اور بيرسونال كمبيوتر سيف. ومن اهم النقاط اللي احنا نهتم بيها لما نيجي نشغل او نيجي نشتري جهاز كمبيوتر، الكتريكال سيفتي اللي هو طبعا الكمبيوتر بيشتغل على كهرباء، الكهرباء دي بياخدها داخلنا في الهاوس، الهاوس بيبقى الكهرباء اللي داخلها 220 فولت او 110 فولت. الكمبيوتر بتاعي بيستقبل الكهرباء دي، لازم تبقى عارف الكهرباء اللي داخله الكمبيوتر بتاعي الباور سبلاي بتاعه اللي هو هيقبل هيستقبل الكهرباء دي، هو مظبوط ان هو يستقبل كهرباء 220 ولا 110؟ ودي من اهم النقاط، لان انت طبعا لو هو مظبوط ان هو يستقبل كهرباء 220 وانت اعطيته كهرباء 110 ممكن يحصل دامج لمعظم الانترنال كومبوننتس اللي موجوده داخل الجهاز. يبقى مهم جدا تعرف الكهرباء، ايه الكهرباء المطلوبه للماشين عشان يشتغل. طبعا بتختلف من مدينه لمدينه من بلد لبلد. احنا هنا في مصر طبعا عندنا كهرباء 220 فولت. نتأكد ان احنا بنشغل الجهاز طبعا ده لأول مرة، يعني مش كل مرة هنعمل الكلام ده. لما نيجي نشتري الجهاز لأول مرة نتأكد ان الجهاز مظبوط ان هو يستقبل كهرباء 220 فولت. نقطة مهمة تانية برضو اللي هو Electrical and ECD Safety. ECD اختصار Electrostatic Discharge او التفريغ الكهربائي. دايما لما يكون في عندي جسم مشحون بالكهرباء ويلمسه اي جسم اخر عليه اي شحنة كهربائية بيحصل حاجة اسمها تفريغ كهربائي. تفريغ كهربائي ده ممكن يسبب دامج للكومبوننتس او للسطح اللي هو بيلمسه. طبعا كل معظم الكومبوننتس الموجودة داخل الحاسب كلها عبارة عن سيرفيسز اتشارجت لانها شغالة على الكهرباء، ف
فطبعا نخلي بالنا واحنا بنلمس الكومباوندز دي وخصوصا المذر بورد والبروسيسور، نخلي بالنا ان احنا جسمنا نفسه هو عبارة عن سيرفيس، ممكن لما يلمس الاجهزة دي او القطع دي ممكن يحصل اي اس دي او الكتروستاتيك ديسشارج. فنبقى في بعض النصايح اللي يفضل ان احنا نعملها او نخلي بالنا منها لما نكون بالذات شغالين في موضوع الصيانة بتاع اجهزة الحاسب، وبالتحديد اللي بيجمع الديفايسز عشان يكون بيرسونال كمبيوتر. من النصايح دي مثلا اللي هو keep all components in bags، يعني خلي كل الديفايسز موجودة في الباجز في الأكياس بتاعتها، لأن هي بتبقى موجودة ما فيهاش أي مشكلة، ما تعملش أي مشكلة في الكيس بتاعها، ما تطلعهاش إلا إذا كنت هتركبها بشكل مباشر. الحاجة التانية use grounded mats on work benches، يعني واحنا شغالين دايما يفضل ان انت بتشتغل في اوضه مش على سيراميك ولا اي حاجه، يفضل تشتغل على ماتس او سجاد. الحاجه التانية يوز جراوند فلور ماتس وانت شغال على مكتب، المكتب ده لا يفضل ان يكون حديد، يفضل ان هو يكون خشب، او ان هو لو كان حديد يحط عليه سجاده، فبالتالي ما تعملش اي مشاكل نتيجه التفريغ الكهربائي. الحاجه الاخيره اللي هو برضه ينصح باستخدام جوانتي بيسموه ريست سترابس، ده جوانتي عشان بيمنع انك انت تفرغ اي شحنة كهربائية في السيرفيس اللي انت بتلمسها ويمنع التفريغ الكهربائي. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح لنا النموذج الامثل وانت بتعمل صيانة او بتكون او بتجمع جهاز بيرسونال كمبيوتر. طبعا زي ما شايفين بيبقى في عندنا مات جراوندد، وفي عندنا فور جراوندد سيف مات، في عندنا لبس كامل بيمثل اي سي دي سيف كلوذنج اللي هو من خلاله بيمنع اي شحن تفريغ كهربائي، حتى الجوانتي نفسه بيمنع. مش لازم طبعا تطبق كل الاحتياطات دي، لكن على الاقل خد حذرك بالنقاط الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عنها، على الاقل على قد ما تقدر وانت بتعمل صيانه للاجهزه. سيكشن 2 دلوقتي بيتكلم على البي سي كومبوننتس، هنا بقى نتكلم على كل التفاصيل الهاردوير الخاصه بالبيرسونال كمبيوتر او بالجهاز الشخصي. زي ما انتم شايفين البيرسونال كمبيوترز اول حاجه طبعا بالاضافه للانبوت ديفايس والاوتبوت ديفايسز عندنا انترنال كومبوننتس. الانترنال كومبوننتس دي كلها موجوده جوه حاجه اسمها كيسز، صندوق طبعا اسمه كيس حاويه لكل الانترنال كومبوننتس بتاعتي. الانترنال كومبوننتس دي موجوده جوه الكيسز، الكيسز هنا ليها ديفرنت فورم فاكتورز او ديفرنت فورمز، ليها اشكال متعدده، في منها هوريزونتال، في منها فول سايز تاور، في منها كومباكت تاور، في منها all in one. all in one اللي هو معناها كل الكيس مع المونيتور مع الكيبورد كلهم موجودين في كيان واحد. ادي شكل الكومباكت، ادي شكل فول سايز تاور، ادي شكل الهوريزونتال كيس اللي هو زي ما انتم شايفين موجود بشكل افقي. دي different types of cases. الكيس هنا دوره ان هو حاويه بيحوي جواه كل الانترنال كومبوننتس الخاصه بالجهاز. ده شكل توضيحي بيورينا ازاي كل الكومبوننتس موجوده جوه مكان واحد بيسموه الكيس، من باور سبلاي لدي في دي او سي دي الى هارد ديسك الى ماذر بورد الى ساوند كارد فيديو كارد رام، ديفرنت كومبوننتس كلهم موجودين في كيان واحد طبعا، وده اللي هنشرحه بالتفصيل وان باي وان. طبعا لان كل الكومبوننتس دي بتشتغل بالكهرباء، فاهم حاجه هنبدا بيها دلوقتي هي الباور سبلاي. ليه؟ لان دي اللي هتاخد كهرباء من الحيطه من الجهاز من البيت عندي 220 فولت زي ما قلنا، وهتبتدي بتحولها الى ديفرنت فولتس حسب الانترنال كومبوننتس اللي هي رايحه له. يعني هي اللي هتمد الانترنال كومبوننتس، ده الجهاز اللي هيمد بروفايد انترنال كومبوننتس ويز ذا الكتريستي. طبعا الانترنال كومبوننتس ما بيشتغلش بفولت عالي، بيشتغل بفولت قليل وده هنشوفه دلوقتي. فاللي هيقوم بدور التحويل هنا هو الباور سبلاي، يبقى زي ما اسمه بيقول باور سبلاي، it supplies electricity to the internal component of the machine، هيبدأ يدي الكهرباء للانترنال كومبوننتس. الباور سبلاي في منه انواع، في منه نوع بيسموه AT، في منه بيسموه AT extended او ATX، في نوع بيسموه ATX 12 فولت، وده اكثر الاكثر استخداما في السوق دلوقتي. وعندنا الـ EBS 12 فولت، دي different type of power supplies. الباور سبلاي بياخد الكهرباء من الحيطة من كابل العادي اللي هو دايما بيبقى شكله اسود كلكم عارفينه، احيانا طبعا بيبقى ليه الوان تانية لكن كلكم عارفين شكله اللي هو الكابل العادي بتاعنا. يدخل الكهرباء على الباور سبلاي،
الباور سبلاي بيطلع من الناحية التانية different connectors with different shapes with different types. يعني مثلا في عندي كونكتور دي أشكال مختلفة للكونكتورز اللي بتطلع، اللي هي الكهرباء اللي المفروض رايحة للإنترنال كومباوندز. زي ما شايفين ليها أشكال مختلفة، في منها حاجة اسمها 20 بنز، طلع ب 20 بنز، بنز يعني سن، أو 24. وفي حاجة اسمها ساتا كيد كونكتور، وفي حاجة اسمها موليكس كيد كونكتور، وفي حاجة اسمها بيرج كيد، وفي حاجة اسمها 4 بن 2 8 بن جوزيلاري باور كونكتور، في حاجة اسمها 6 or 8 بين بي سي اي باور كونكتور. ديفرنت كونكتورز على حسب الكومبوننت اللي رايح له، الكونكتور هيودي له كهرباء. طبعا على حسب برضو الكومبوننت، الكهرباء دي كميتها معروفة على حسب الكومبوننت اللي هي رايحة له. ده شكل اقرب للكونكتورز اللي موجودة زي ما انتم شايفين، اللي هو 20 بلس 4 بين، وده اللي هو 6 بين، وده اللي هو الساتا، وده اللي هو ديفرنت اذر بي سي اي باور كونكتور. زي ما انتم شايفين الاشكال بتاعها مختلفه، كل واحد رايح لسبيسيفيك انترنال كومبوننت. لو حابين نقرب كمان شويه، ده نوع من نوع من الكونكتورز اللي هو اللي بنسميه الساتا، زي ما انتم شايفين مكتوب عليه ساتا كونكتور. زي ما انتم شايفين ده نوع من الكونكتورز اللي بيطلع من الباور سبلاي بيروح لسبيسيفيك كومبوننت زي ما هنشرح دلوقتي وهنشوف. خلي بالك في بعض الاحيان الكهرباء في البيت بتعلى او تنزل، مش مستقره. الباور سبلاي يقدر يتحمل التغيير الطفيف في الباور، لكن لما يكون الديفيشن بقى كبير significant، يعني بشكل كبير، يعني الكهرباء عالية مرة واحدة أو نزلت مرة واحدة، ده ممكن يؤثر ويبوظ الباور سبلاي. الباور سبلاي بتدي كهرباء لأهم جزء آخر موجود internal component داخل الكيس، وهو المذر بورد. المذر بورد بيسموه العمود الفقري أو الباك بون أو ذا كمبيوتر. طبعا زي ما انتم شايفين هو عبارة عن لوحة من الدوائر الكهربائية. سموه مذر بورد ليه؟ لأنه بيبقى عنده ماذر شيب. ماذر شيب يعني عنده احساس الامومه، جواه بيركب كل الكومبوننتس اللي موجوده في الحاسب، وبالذات الكومبوننتس المهمه اللي احنا هنتكلم عنها بعد شويه. الكومبوننتس دي ممكن تكون، الكومبوننتس اللي هتركب مع الماذر بورد ممكن تكون بيلت ان، يعني موجوده بشكل دايركتلي، يعني بشكل مباشر موجوده داخل الجسم بتاع الماذر بورد، او ممكن تركب تبقى عباره عن ديفايس خارجي ويركب عن طريق سلوتس، او عن طريق بورت موجود داخل المذر بورد. ده طبعا شكل الخلفي للمذر بورد. احنا نقدر نلقي نظره على المذر بورد، ده الشكل الامامي للمذر بورد اللي فيه طبعا زي ما انتم شايفين يا اما الكومبوننتس راكبه بيلت ان موجوده بشكل مباشر داخل المبنيه داخل المذر بورد، او ممكن تكون على هيئه بورتس او سلوتس هتركب في المذر بورد، بتبقى حاجه خارجيه بتركب مع المذر بورد. طيب اهم كومبوننتس موجوده جوه المذر بورد او بتركب مع المذر بورد هي السي بي يو. طبعا هو البرين اوف ذا كمبيوتر، هو المخ بتاع الحاسب. وبعدين في عندنا بعض الميموريز زي الروم والرام، راندوم اكسس ميموري اند ريد اونلي ميموري. في عندنا جوه المذر بورد برضه هيركب حاجه اسمها اكسبنشن سلوتس، اماكن يركب فيها بعض الديفايسز وبعض الكروت. في عندنا حاجه اسمها تشيب سيت، في عندنا حاجة اسمها BIOS and UEFI، في عندنا بعض الكونكتورز SATA connectors and USB connectors. بعد شوية إن شاء الله هنشرح CPU وهنشرح الرام وهنشرح الروم وهنشرح السلوتس والديفرنت كونكتورز، لكن تعالوا نبدأ أول حاجة في المذر بورد بالتشيبسيت، واللي هي عبارة عن integrated circuits موجودة على المذر بورد. بتعمل إيه؟ It control how the system hardware interact with the CPU. يعني هي اللي بتتحكم، الشيب سيت ده هو اللي بيتحكم في كل الكومبوننتس اللي موجوده مع المذر بورد ان هو يوصل للسي بي يو. طبعا زي ما شايفين اي حاجه هتتنفذ من خلال السي بي يو، زي ما اتفقنا ان السي بي يو هو البرين اوف ذا كمبيوتر، هو اللي بيعمل بروسيسنج لاي عمليه بتتم، او لموست اوف ذا اوبريشنز دان اون ذا ماشين. معظم العمليات اللي بتتم او الانستراكشنز اللي بتتم اللي بينفذها السي بي يو. طبعا يعني هو اللي يروح يقرا من الرام، هو اللي هيروح يودي للسكرين، هو اللي يروح يعمل، يعني اي حاجه تتم لازم تتم من خلال السي بي يو. طبعا يبقى بالتالي كل الديفايسز اللي موجوده والكومبوننتس اللي موجوده على المذر بورد لازم يبقى فيه امكانيه للسي بي يو ان هو يوصل لها. عشان يوصل لها الشيب سيت هنا بقى موجوده عشان يسمح للسي بي يو ان هو يوصل لكل الكومبوننتس اللي موجوده على المذر بورد. طبعا عنده تو تايب بيشتغل consist of following types. عنده حاجة اسمها north bridge وعنده حاجة اسمها south
بريدج. النورث بريدج بيوصل السي بي يو with slower sorry north الاول هو بيوصل السي بي يو with high speed access to RAM and video cards. يعني بيسمح للرام والفيديو كاردز اللي هو محتاج السي بي يو يوصل لهم بسرعة بيتم التوصيل من خلال النورث بريدج اللي هو جزء من الشيبسات. الجزء الثاني اللي هو الساوث بريدج ده بيسمح للسي بي يو ان هو اكسس other slower components زي مين؟ زي اليو اس بي مثلا، زي الهارد درايف الهارد ديسك. يبقى طبعا في عندي components بتروح السي بي يو بيروح لها عن طريق الساوث بريدج، وفي بعض الديفايسز زي الرام زي الفيديو كاردز السي بي يو بيروح لها عن طريق النورث بريدج. ده شكل توضيح اكتر شويه للمذر بورد. زي ما انتم شايفين ده البروسيسور، عندنا الشيب سيت عباره عن نورث بريدج، ده مكانه اهو نورث بريدج هنا اللي بتوصل اللي بتوصل السي بي يو بالهاي سبيد ديفايس او كومبوننت زي الرام والفيديو كاردز. كمان عندنا الساوث بريدج، ده مكانه اهو اللي هي بتوصل السي بي يو مع الديفايس او كومبوننتس السلوور زي الهارد درايف زي اليو اس بي اند سو اون. برضه المذر بورد خلي بالكوا ليه انواع، يعني في نوع بيسموه اي تي اكس، في نوع بيسموه مايكرو اي تي اكس، وفي حاجه اسمها ميني اي تي اكس، وفي حاجه اسمها اي تي اكس. ديفرنت فورم فاكتورز او ديفرنت فورمز. خلي بالكوا مش كل المذر بورد بيشتغل مع كل الباور سبلاي، ومش كل المذر بورد بيركب مع كل الكيسز. وانت بتجمع جهاز لازم يكون الكيس اللي هتشتريها يركب عليها المذر بورد ويركب عليها الباور سبلاي، وكلهم يشتغلوا جوه كيان واحد. وهنا بقى زي ما انتم شايفين عندنا رسمه بتوضح الاشكال المختلفه للمذر بوردز. زي ما انتم شايفين ده الاي تي اكس المذر بورد، ده المايكرو اي تي اكس، ده الميني اي تي اكس. زي ما انتم شايفين بيختلف الاحجام واحيانا بتختلف التفاصيل اللي جوه. طيب كده المذر بورد يحتوي على ديفرنت كل معظم الكومبوننتس المهمه، وكلهم يقدروا يعملوا اكسسنج للسي بي يو زي ما اتفقنا عن طريق النورث والساوث بريدج. طيب نتكلم على اول واهم حاجه موجوده على المذر بورد هو السي بي يو. السي بي يو اللي هو بيسموه سنترال بروسيسنج يونت او بيسموه برين اوف ذا كمبيوتر، هو عباره عن مايكرو شيب ذات ريسايد ويذن ا سي بي يو باكج، موجود طبعا داخل باكج كامله كده، جهاز كامل كده موجود داخل المذر بورد. طبعا في منه نوعين، في منه نوع بيسموه بي جي اي، في منه بيسموه ال جي اي، في نوع اسمه بين جريد اري اللي هو بي جي اي. البنز موجوده في البروسيسور نفسه، تلاقي البروسيسور موجود وطلع منه بنز، البنز دي بتركب جوه المذر بورد. في نوع تاني اللي هو ال جي اي، دي البنز موجودة in the socket not the processor، مش موجود البنز في البروسيسور، لا موجودة فين؟ موجودة في السوكت نفسها. عندنا هنا صورة توضيحية بتوضح لنا الفرق ما بين التو بروسيسورز اللي هو البنز موجودة في البروسيسور نفسه أو البنز موجودة في السوكت not in the processor. زي ما شايفين ده ال LGA وده ال BGA. دي صورة بتوضح لنا كل واحد من قريب شوية، تتخيل شكله، شايفين شكل البنز موجودة في البروسيسور نفسه، وده البروسيسور اللي هو النوع التاني اللي هو زي ما انتم شايفين البنز موجودة في السوكت مش موجودة في البروسيسور نفسه. ايا كان نوع البروسيسور مهم جدا ان احنا نعرف ان لازم يتعمل حاجة اسمها كولينج سيستم، نظام تبريد للبروسيسور بالذات، لان طبعا البروسيسور عبارة عن دوائر كهربائية لما بتشتغل بتنفذ انستراكشنز بتسخن، فعلشان ما يحصلش فيها دامج عاملين لها كولينج سيستم. الكولينج سيستم هنا بقى في منه اكتف كولينج سوليوشن وفي باسيف كولينج. الاكتف كولينج زي مروحه، بيشتغل مروحه بشكل مباشر عشان تبرد. الباسيف كولينج يعني ان هنا بتحاول تقلل من درجه الحراره بشكل غير مباشر. زي ايه مثلا؟ زي انك انت بتحط البروسيسور داخل سينك، داخل مكان يحاول يبرد البروسيسور. زي ما انتم شايفين ده السينك وده المروحه. هنا عندنا كولينج سيستم، دايما البروسيسور موجود جوه باكج كاملة معمولة كولينج سيستم. ده مثال بيوضح لنا البروسيسور هو راكب داخل باكج كاملة معاها الكولينج سيستم. زي ما انتم شايفين ده اللي هو الباسيف كولينج وده الاكتيف كولينج. الباسيف كولينج زي ما انتم شايفين البروسيسور موجود داخل سينك حاوية كده بتحاول تعمل تبريد، بتحاول تعمل تهوية، والمروحة بشكل مباشر بتحاول تهوي عشان تبرد البروسيسور.
في نقطة هنا افتكرتها، إن خلي بالكو إن في بعض الديفايسز بيحتاج ديتا، وبعض الديفايسز زي ما انتم شايفين المروحة فيها موتور محتاج يلف. الباور سبلاي ده نسيت أقول وأنا بتكلم على الباور سبلاي، الكونكتور اللي بيطلع يا إما بيطلع من 3.5 ل 5 فولت لو هو رايح لكومبوننت فيه ديتا بيخزن بيانات أو بروسيس ديتا، وأحيانا بيروح يعني الكهرباء اللي واصلة للمروحة هنا تبقى كام؟ تبقى 12 فولت. ليه؟ لأنها رايحة المكان لكومبوننت لجهاز في موتور بيلف او في موتور، يعني زي الهارد ديسك، زي الفان، زي ما انتم شايفين المروحه دي بتحتاج كهرباء من الباور سبلاي 12 فولت، لكن البروسيسور بيحتاج او المذر بورد بيحتاج والديفرنت كومبوننتس بيحتاج من 3.5 الى 5 فولت. طيب احنا كده اتكلمنا على البروسيسور اللي هو بيعمل بينفذ معظم العمليات اللي بتتم عن داخل الحاسب. طيب المهم جدا احنا نتعلم كمان الميموري اللي هو المكان اللي هنخزن فيه البيانات والبرامج. الميموري عموما بنقسمه لنوعين، انترنال ميموري واكسترنال ميموري. الانترنال ميموري احيانا بنقول عليه كلمه ميموري بشكل مبسط. الاكسترنال ميموري في ناس بتطلق عليه كلمه ستورج، وده الاسم البديل الافضل لكلمه اكسترنال ميموري. انترنال ميموري يعني معناها الجهاز ما يشتغلش بدون الميموري ده، انما اكسترنال ميموري الجهاز يشتغل من غيرها، لكن ما تنساش هيشتغل من غيرها لكن هيحتاج واحده منها بس، وده هنتكلم عنه بعدين. لما نيجي نتكلم على الانترنال ميموري عندنا قطعتين في الكمبيوتر بيسموهم انترنال ميموري، قطعه اسمها رو او ريد اونلي ميموري، اختصار ريد اونلي ميموري، ذاكره للقراءه فقط، وقطعه اسمها رام، راندوم اكسس ميموري. طبعا الذاكره روم هي ذاكره دائمه موجوده بشكل، البيانات اللي فيها والبرامج موجوده بشكل دائم، وده البرامج دي اللي بينتجها المصنع، ووظيفه البرامج دي اللي موجوده في الروم بتبدا تشغيل الجهاز. لما بدوس على مفتاح الباور البرامج اللي في الروم هي اللي بتبدأ فحص للجهاز، بتعرف المكونات الرئيسية اللي راكبة، ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود، ايه اللي مينفعش تبدأ من غيره، يعني مثلا بتشوف الرام موجود ولا مش موجود. البرامج دي بتشوف الرام، لو ملقتش الرام ما تقدرش تشتغل ما تكملش. يبقى اللي بيبدأ فحص للجهاز وتشغيل الجهاز هي البرامج اللي بينتجها المصنع اللي متخزنة داخل روم، وسموها ريد اونلي ميموري عشان ممنوع ان حد يغير فيها او يضيف عليها او يعدل فيها. طيب راندوم اكسس ميموري هي عباره عن ذاكره مؤقته موجوده بشكل مؤقت، دي بيسموها الوركينج اريا. وركينج اريا ليه؟ لان السي بي يو بيحب يشتغل عليها. كل البرامج والبيانات بتاعتنا بتتخزن على الستورج اللي هو بنسميه اكسترنال ميموري، ودي طبعا ذاكره رخيصه كبيره جدا نقدر نخزن عليها كل احتياجاتنا وبرامجنا، لكن لما تيجي تشتغل لازم يحصل منها، يعمل منها البروسيسور يعمل منها نسخه كوبي ويحطها على الرام عشان تشتغل على الرام. زي ما قلت لكم من شويه البروسيسور دايما بيحب يشتغل على الرام، ليه؟ لان ده راندوم اكسس ميموري، ذاكره سريعه جدا بيفضل ان هو يشتغل عليها. يبقى مره تانيه محدش ينسى المعلومه دي، كل البرامج والبيانات بتاعتنا متخزنه على ستورج بانواع مختلفه زي ما هناخد بعد شويه، لكن لما تيجي تشتغل تشتغل فين؟ تشتغل على الرام. يعني البروسيسور لما يجي ينفذ البرنامج ده لازم يحط منه نسخه على الرام عشان يشغله. يعني لما اجي افتح برنامج الوورد واكتب البرنامج موجود على الاستورج، لكن لما اجي افتحه السي بي يو عشان يشغله لك لازم يحط نسخه على الرام ويشغله لك. عشان كده وانت بتكتب بتكتب على الرام ذاكره مؤقته، لو الكهرباء قطعت اللي كتبته كله راح، عشان تحتفظ بيه لازم تعمل سيف. سيف يعني ايه؟ يعني تاخد اللي انت كتبته، التعديلات اللي انت عملتها، ترجعها للاستورج بشكل دائم، لان الاستورج موجوده بشكل دائم. واحد يقول لي طب هما ليه ما يعملوش الرام والاستورج بنفس الكيفيه وما نحتاجش للرام خالص، يعني يبقى كل الميموري بتاعتنا ستورج، اكسترنال ميموري ستورج، بنخزن عليها برامجنا وبياناتنا والبروسيسور يشتغل عليها بشكل مباشر. طبعا لان انا هحتاج تكنولوجي عاليه وبالتالي الجهاز هيبقى غالي، الميموري هيبقى غالي. يبقى انا هنا الرام بالنسبه لي حقق لي التارجت بتاعي اللي هو ايه؟ الاستورج مساحه كبيره جدا خزننا عليها كل برامجنا وبياناتنا، لكن لما جينا نشتغل السي بي يو حط نسخه من البرنامج اللي اشتغل عليه على الرام عشان يشتغل بسرعه وينفذ لك بدون بطء. يبقى لحد دلوقتي على الاخص كده خدنا ثلاث انواع من الميموري في الحاسب. لما اقول كلمه ميموري نقصد بيها انترنال ميموري، روم او رام، وفي عندنا ستورج اكسترنال ميموري موجود عشان نخزن كل برامجنا وبياناتنا، الروم موجوده عشان نخزن فيها، المصنع بيخزن فيها البرامج اللي بتبدا تشغيل، الرام موجوده فاضيه في كهرباء يبقى في بيانات تخزن فيها، لو مفيش كهرباء البيانات اللي فيها تروح. ليه محتاجين الرام؟
هي دي الوركينج اريا، هي دي اللي كل البرامج بتاعتنا بتشتغل عليها، لكن بتتخزن بشكل دائم على ستوريج او اكسترنال ميموري. تعالوا بقى كده نحاول نلقي نظرة على تفاصيل كل واحد من دول. مش مهم قوي نعرف الاسماء، لكن يعني حاول على قد ما تقدر تحفظ بعض الانواع بتاع كل واحد فيهم. يعني الروم في منه انواع، في منه نوع بيسموه روم شيبس، روم يعني ذاكرة عادية اللي عليها ما يتعدلش، ما حدش ينفع يعدل اللي عليها، ودي موجودة مع الأجهزة بتاعتنا عشان تبدأ تشغيل، ما حدش يقدر يعدل فيها. لكن في أنواع تانية بيسموها بروجرامابل روم، اللي هو لا تقدر تحط عليها وتعدل عليها، زي اللي بتيجي مثلا مع لعب الأطفال. وممكن تيجي كمان نوع من الروم بيسموه اريسابل بروجرامابل روم، اللي هو مش بس يعني البروم ممكن تحط عليها تعدل عليها البرنامج، وتحط تجي لك فاضيه تحط عليها برنامج انت، مش المصنع اللي ينتج عليها. في طبعا اجهزه بتعمل الموضوع ده. الاي بروم هنا بتحط عليها البرنامج وممكن تغيره كمان. ده طبعا موجوده في لعب وحاجات كتيره جدا، ممكن يعني لو عايز تدخل في تفاصيلها تقدر تبحث عنها على الانترنت. لكن ملخص الموضوع ان عندنا ديفرنت تايب اوف روم، في منها الروم العاديه، في بروم، وفي اي بي روم، وفي اي بي روم. يبقى different type of rooms we have. الأشهر بيها اللي هو الروم اللي هو we cannot modify the contents. الرام نفس الكلام، random access memory موجودة ال working area، في منها أنواع. أشهر نوعين طبعا اللي هنكتفي بيهم، مش مهم عندك التفاصيل الباقية، لكن يكتفي إن أنت تعرف الاسمين دول، اللي هو dynamic RAM اللي هو بيسموها دي رام، بننطقها دي رام، وفي اس رام. الستاتيك رام، الستاتيك رام هي أسرع من dynamic RAM. احيانا الكمبيوتر بيبقى فيه الاثنين، واحده تستخدم كمين ميموري رام، والتانية بتستخدم كحاجه اسمها كاش ميموري، وده اللي هنعرفه بعد شويه. يبقى عندي نوعين من الرام، في رام بيسموها دي رام، وفي عندي اس رام او استاتيك رام. الاسرع فيهم هي الاستاتيك رام. ايا كان نوع الميموري، سواء كان انترنال ميموري او اكسترنال ميموري، كل البيانات والبرامج تخزن على الانترنال او الاكسترنال ميموري على شكل حاجه اسمها بايتس. وات از ا بايت؟ هو عبارة عن مجموعة من البيتس، والبيت هي اللغة اللي بيفهمها الماشين. البيت هي السيركت أو الماشين لانجوج، اللي هي ممكن تكون 0 أو 1. كل بيت ممكن يكون 0 أوف أو 1، يعني معناها أون. ده الحاجة اللي يدركها الماشين. كل مجموعة من البيتس 8 بيتس وتسمى بايت، ودي بتكون كافية إنها تخزن حرف. 8 بايتس طبعا لما يكون عندي 8 بيتس معناها إن أنا أقدر أشفر كل 8 بيتس، يقدر يعملوا لي شفره لحرف. طبعا لما يكون عندي 8 بيتس اقدر اعمل تشفير لكم حرف؟ 256 حرف. يبقى كل البيانات بتاعتنا والبرامج بتخزن في الميموري على هيئه حاجه اسمها بايتس. يعني يقول لك الميموري ده مساحتها، الكباسيتي بتاعتها، وده المصطلح المستخدم. ميموري كباسيتي، كباسيتي يعني ايه؟ يعني هاو ميني بايتس الميموري ده تقدر تخزنه، كم بايتس تقدر تخزنه. كل بايت طبعا بالنسبه لي هو حرف، لكن بالنسبة للماشين هو 8 بيتس. كل ما زاد عدد البايتس اللي تقدر تخزنه الميموري، كل ما زادت الكباسيتي بتاع الميموري. يبقى خلي بالنا البيت هي لغة الحاسب اللي هي 0 أو 1، البايت هو 8 بيتس، وبيشفروا أو بيمثلوا حرف بالنسبة لي. طبعا عشان يسهلوا الوحدات عملوا حاجة اسمها الكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت والبيتا بايت، وطبعا وحدات تانية كتيرة. كل واحد من دول يساوي 1024 من اللي قبله. يعني أنا لو عندي الكباسيتي بتاع الديسك أو الكباسيتي بتاع الميموري 1 تيرا بايت، دي معناها 1024 جيجا. طب لو الكباسيتي 1 جيجا، دي معناها 1024 ميجا. لو الكباسيتي بتاع الديسك أو الميموري 1 ميجا بايت، دي معناها 1024 كيلو. لو 1000 كيلو معناها 1024. لو 1 بايت معناها 8 بيتس أو 1 حرف. يبقى لما يقول لي الميموري دي مساحتها او الكباسيتي بتاعتها 50 ميجا بايتس، يعني ايه 50 ميجا بايتس؟ يعني الميموري دي نقدر نخزن عليها 50، معناها 50 باي، نضرب في 1024 عشان نحول الكيلو، ف 1024 عشان احول للبايتس حرف. يبقى مثلا تقريبا، يعني خلينا بدل ما نضرب في 1024 نضرب في 1000. يعني لو قلنا الكباسيتي 50 ميجا بايتس، معناها المساحة بتاعتي 50 مليون حرف أقدر أخزنه على الميموري ده. خلي بالك لو هتخزن حروف على الميموري هتتخزن على هيئة بايتس 0 1، لو هتخزن أرقام هتتخزن على هيئة 0 1. ودي معلومة مهمة جدا بالنسبة لك، لازم تكون فاهمها كواحد متخصص في الحاسب.
اي نوع بيانات او برامج بتتخزن على حسب، لازم تتخزن في صوره ماشين لانجوج 01 على هيئه بايتس او على هيئه بيتس، حتى لو كان صوره. يعني مثلا تخيل ان دي صوره، ده البيتس اللي موجوده في الميموري بتتخزن بالطريقه دي على الميموري زي ما انتم شايفين. هاو ميني بيتس، اقعد اعد بقى كده، هاو ميني بيتس فور فيري سيمبل بيكتشر. طبعا البيكتشر دي لو فيها الوان عدد البيتس بتزيد وهكذا. طب لو كانت اوديو صوت هيتخزن برضه على هيئه بيتس. طب لو كان فيديو هيتخزن على اي بيتس. مش مشكله دلوقتي ازاي البيتس دي بنجيبها لكل صوره او لكل فيديو، لكن المهم انك انت تتخيل دلوقتي ان اي حاجه بتتخزن في الميموري لازم تتخزن على هيئه ايه، على هيئه بيتس، سواء كانت حروف او ارقام او صور او صوت او فيديو. نرجع لحاجه تانية مهمه عن السي بي يو او البروسيسور، اللي هي سرعه البروسيسور، سبيد اوف ذا بروسيسور. اي بروسيسور ليه سرعه. السرعه هنا بقى بتمثل، انتوا عارفين البروسيسور بينفذ العمليات اللي بتتم عند الحزم. طيب بينفذ كام عمليه، هاو ميني انستراكشنز بير سكند، دي بيسموها سرعه الايه، سرعه البروسيسور. ودي بنرمز لها برمز الهرتز، او نقدر نقول سرعه البروسيسور تقاس بالهرتز. يعني عشان نفسر اكتر نقول مثلا لو البروسيسور ده سرعته 50 ميجا هرتز، 50 ميجا هرتز معناها 50 في 1000 كيلو هرتز، دي معناها 50 في 1000 في 1000 هرتز. لو قلنا سرعة البروسيسور ده 50 ميجا هرتز، ده معناه سرعته 50 مليون هرتز، يعني معناها يقدر ينفذ 50 مليون انستراكشنز او عملية او امر في الثانية. يبقى مرة تانية، سرعة البروسيسور تقاس بالهرتز، وهو عدد الانستراكشنز او عدد الاوامر اللي يقدر ينفذها البروسيسور في الثانية الواحدة. كل ما زاد عدد العمليات اللي بينفذها في ثانية واحدة، كل ما زادت امكانيات الجهاز وسرعة البروسيسور. طب حاليا دلوقتي سرعة البروسيسور بتوصل لإيه؟ لمئات، نقدر نقول عشرات أو مئات الجيجا هرتز. يعني معناها البروسيسور حاليا دلوقتي في الجهاز سرعته بلايين الانستراكشنز اللي يقدر ينفذها في الثانية. يعني مثلا ممكن تلاقي بروسيسور بتاع جهاز عادي جدا بينفذ مثلا يعني 5 بليون انستراكشنز في الثانية، يعني سرعته 5 جيجا هرتز. طب خلينا ناخد مثال نوضح أكتر الفكرة دي. الانستراكشنز دي بتبقى موجوده داخل البرنامج، يعني خلي بالكم البروسيسور ده بينفذ انستراكشنز يعني اوامر، والاوامر دي موجوده على هيئه برامج. يعني البرنامج يتكون من مجموعه من الانستراكشنز، ممكن البرنامج فيه يبقى 1000 انستراكشنز، او البرنامج يتكون من 10000 انستراكشنز وهكذا. لو مثلا عندي برنامج يتكون من 1000 انستراكشنز وسرعه البروسيسور هنا 5000 انستراكشن بير سكند، يعني 5000 هرتز، او نقدر نقول عليها 5 كيلو هرتز، يبقى السؤال دلوقتي لو هو سرعته 5 كيلو هرتز او 5000 هرتز في الثانيه، 5000 انستراكشن في الثانيه، وانا عندي برنامج مثلا يعني في 1000 خطوه، يبقى دي معناها هياخد 1 على 5 من الثانيه عشان ينفذ البرنامج ده. لكن في الحقيقه الموضوع مش كده، لان هو دلوقتي بينفذ الانستراكشنز، بينفذ 5000 انستراكشن في الثانيه، لكن عبال ما الانستراكشن يجي له من الميموري، ما هو الانستراكشنز دي او البرنامج متخزنه في الميموري، كانت موجودة في الستورج اتنقلت للرام وياخدها من الرام عشان يبتدي ينفذها. عبال ما بتجيله بتاخد وقت. فهنا رغم ان البروسيسور سريع جدا، ودي المعلومة المهمة جدا اللي عايزك تتأكد منها او تأكد عليها، أأكد معاك عليها، اللي هو البروسيسور سريع جدا بينفذ انستراكشنز كتيرة جدا، بلايين من الانستراكشنز في الثانية الواحدة. لكن مشكلته في ايه؟ ان عبال ما الانستراكشنز دي تتنقل له تجيله من بره، عبال ما بتجيله الحاجة بياخد وقت. عامل زي ما يكون مثلا انا سرعتي بختم مثلا يعني 100 ورقه في الثانيه. لو انتوا قدامي 100 واحد، هل هاخد ثانيه عشان اختم لكم؟ لا، هاخد وقت اطول من كده. ليه؟ لان انا سرعتي 100 ورقه، 100 ورقه بختمها في الثانيه، لكن عبال ما انت تجيلي وبختم لك، عبال ما يجي اللي بعدك انا واقف متعطل. نفس الكلام البروسيسور، البروسيسور سرعته سريع جدا، ويعني تقريبا ما فيش حد ملحق عليه، وعلشان كده مش بيحب يشتغل على الستورج اكسترنال مومنت لانها بطيئه. فهم ليه بيعمل نسخه على الرام؟ لانه عشان الرام بالنسبه له اسرع، بتجيله البيانات من عليه اسرع، فبالتالي يقدر يوصل له كميه انستراكشنز اكتر في الثانيه، فيقدر ينفذها بسهوله. لا، وكمان عملوا حاجه اسمها الكاش ميموري، ودي اللي هنشرحها بقى دلوقتي. اجين، السي بي يو هو عباره عن جهاز سريع جدا بينفذ بلايين من الانستراكشنز في الثانيه. الانستراكشنز دي موجوده داخل البرامج، موجوده على الستورج، بتتنقل له في الرام عشان توصل له بسرعه. لا، قال لك انا مش كافي ان انا برضو متعطل،
فبدأوا يعملوا حاجة اسمها كاش ميموري. كاش ميموري ده بأكتر من ليفل، ممكن الجهاز يكون مستخدم 1 ليفل او 2 ليفل او 3 ليفل او ديفرنت ليفلز. احيانا الكاش ميموري بتبقى جوه السي بي يو نفسه، واحيانا الكاش ميموري بتبقى بره السي بي يو، الميموري نفسها خارج السي بي يو. بس بتوين ذا رام اللي هي المين ميموري، المين ميموري هنا نقصد بيها الرام، وما بين السي بي يو، البيانات كلها والبرامج اللي هتتنفذ موجوده على المين ميموري على الرام. زي ما قلنا عشان تبقى قريبه من السي بي يو يروح ينفذها بسرعه. لكن هو برضه لسه متعطل، فعمل ايه؟ عمل الكاش ميموري يخزن فيها الفريكوينت يوزد انستراكشنز اند داتا، يعني البيانات والاوامر اللي بتتكرر كتير، اللي بيعيد تنفيذها اكتر من مره، اللي كل شويه يحتاجها، بدل ما يخليها في الرام وكل شويه يروح يجيبها عشان ينفذها، لا بيحطها في مكان اسرع من الرام، وده بيسموه كاش ميموري. طب حطها في مكان اسرع معناه ايه؟ معناها بقت اقرب ليه، بقت اسرع ان هو يروح يجيبها وينفذها، فبالتالي بيتعطل اقل، فبالتالي بيبقى البرفورمانس الاداء بتاعه اعلى. يبقى الكاش ميموري هو عباره عن ذاكره، ذاكره برضو خلي بالكو بنفس امكانيات او اسرع من امكانيات الرام، اغلى من الرام طبعا، موجود منها مساحه اقل من الرام لان هي اغلى، بيتحط فيها الفريكوينت يوزد داتا اند انستراكشنز اللي هي البيانات والبرامج الانستراكشنز اللي هتتنفذ وهتتكرر في التنفيذ اكتر من مره، بدل ما يروح كل شويه يجيبها من الرام، لا يحطها جوه الكاش ميموري وبعدين ينفذها. وده ممكن نوضحه بمثال بسيط قوي، يعني مثلا وانت شغال، النجار مثلا هو شغال بيبقى عنده الخشب والادوات كله بتاعته موجود عنده في المخزن بتاعه، لكن هو بيحب يشتغل فين؟ الرام بتاعته هي المكتب بتاعه او البنش بتاعه اللي بيشتغل عليه، ده بيسموه الوركينج اريا بتاعته، يقف يصمم حاجته وترابيزته وكرسي، الكرسي بتاعه بيصمم الحاجه اللي بيعملها بيصممها على الوركينج اريا على الرام، لانه هو سهل بيتعامل مع الوركينج اريا بالنسبه له اللي هو البنش بتاعه. طيب احيانا هو شغال في بعض الفريكوينت يوزد، يعني مثلا القلم فريكوينت يوز، كل شويه بيستخدم قلم رصاص عشان يعلم، فبدل ما بيخليه على الوركينج اريا، لا بيحطه مثلا في ودنه. حطه في ودنه معناه ايه؟ معناها ودنه استخدمها ككاش، مكان اقرب بالنسبه له من البنش بتاعه. ليه؟ عشان بدل ما كل شويه يروح للبنش يجيب القلم ويدور عليه، لا هو في مكان اقرب بالنسبه له. نفس الكلام لما تلاقي واحد تكنيشن عنده الادوات بتاعته في الشنطه، الوركينج اريا بتاعته، الشنطه بتاعته الشخصيه بتاعته فيها معظم الادوات اللي بيشتغل بيها، لكن تلاقي احيانا طلع الادوات الفريكوينت يوزد، المفك مثلا بيستخدمه كتير، تلاقيه طلعه وحطه في جيبه، هنا جيبه هو الكاش ميموري. ليه بيحطه في الكاش ميموري جيبه؟ عشان يبقى اقرب واسرع ان هو يجيبه، لان ده فريكوينت يوزد. نفس الكلام بالنسبه للكاش ميموري. يبقى وات از كاش ميموري؟ هو عباره عن ميموري اسرع واغلى من المين ميموري الرام، موجود عشان يتخزن فيه فريكوينت يوزد انستراكشنز اند داتا، عشان السي بي يو يجيبها بشكل اسرع ويقدر يبقى اداء الجهاز اسرع. مش مهم عندي تعرف كل التفاصيل الخاصه بالكاش ميموري، لكن مهم انك تعرف ان الكاش ميموري ايه هي وظيفتها، وانها ديفرنت ليفلز، ممكن يستخدم اكتر من ليفل من الكاش ميموري، نوت اونلي وان ليفل. عندنا كمان حاجه اسمها ادابتر كارز، دي عباره عن مجموعه من الكروت بتركب في المذر بورد، بتركب في مكان اسمه سلوتس، موجود متوفر في المذر بورد. الادابتر كارز دي بتدي وظائف جديده للجهاز، مش بس بتدي وظائف جديده، احيانا في بعض الكومبوننتس الموجوده داخل المذر بورد بتبوظ، فبدل ما ترمي المذر بورد كلها، لا ممكن تجيب كارت بديل للحاجه اللي باظت دي. طيب زي ايه الادابتر كارز؟ في عندي ساوند ادابتر اللي هو اللي بيشغل الصوت، كارت عشان يشغل الصوت عندك في الجهاز، طبعا هو بيجي بيلت ان في المذر بورد، لكن لو باظ تقدر تجيب كارت يشغل الصوت، طالما الجهاز الكارت اللي موجود في المذر بورد نفسه باظ. طبعا في عندنا حاجه اسمها ان اي سي اللي هو نتورك انترفيس كارد، اللي هو بتاع الانترنت اللي هو يوصلك بالانترنت، والوايرلس ان اي سي، في عندي فيديو ادابتر او ديسبلاي ادابتر، في عندي كابتشر كارد، في عندي تي في، تي في كارد ده اللي هو ايه؟ اللي هو الجهاز بتاعك يعني افتراضيا كده بتجيبه وما بيشتغلش، ما ينفعش نشغله التلفزيون، يعني ما ينفعش احط فيه الوصله بتاع الدش او الوصله بتاع الاريال بتاع الريسيفر الطبق. ليه؟ لان هو مش مؤهل ان هو يشغل تي في، قنوات التي في، لكن ممكن نخليه يشغل تي في ازاي؟ بان انا اجيب كارد، الكارد ده يدي الفانكشناليتي زياده دي، اللي هو
هيسمح للبي سي ان هو يشتغل كبي سي كتي في. يبقى التي في كارد هنا هيسمح للتي في، هيدي فانكشن زياده للايه للكمبيوتر بتاعي. في عندي حاجه اسمها يو اس بي كنترولر، في حاجه اسمها اي ساتا كارد، ديفرنت كاردز ممكن نركبها مع المذر بورد. طبعا زي ما اتفقنا ان هو الكاردز دي بتركب على على حاجه اسمها سلوتس موجوده داخل المذر بوردز. مش كل الكاردز بتركب على السلوتس، لازم يكون في ماتشنج ما بين الكارد والسلوتس. يعني الكومن اكسبنشن سلوتس زي ايه، في حاجه اسمها بي سي اي، في حاجه ميني بي سي اي، وهكذا. يبقى لازم واحنا بنركب الكارت نعرف مين السلوتس المناسبه ليه اللي بيركب فيها الكارت. وده طبعا خلي بالكم ما بيسمحش اساسا ان لو جيت تحاول تركب كارت على سلوتس مش بتاعته، هو اساسا هتلاقي نفسك مش عارف تعملها. وبكده بنهي الجزء الاول من شابتر 1 اللي فيها شرحنا البي سي كومبوننتس، اللي هو بدأنا بالكيس، الباور سبلاي، المذر بورد، اتكلمنا على اجزاء مهمه جدا في المذر بورد، طبعا اهمها السي بي يو، عرفنا سرعه البروسيسور، اتكلمنا كمان على الميموري بانواعها، اتكلمنا على الكاردز والسلوتس. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نكمل المره الجايه باقي ليكتشر او باقي شابتر 1. إن شاء الله تكون المحاضرة ممتعة، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها، و have a nice time.